هاي، أنا زينة صوفان. هل عقلك مدرب على الإنفاق الواعي؟ أحضر ورقة وقلما وأجب على هذه الأسئلة الخمسة. إن أجبت على ثلاثة منها بنعم فأنت على الطريق السليم، وإن كانت إجاباتك لا فإليك الحلول. هل تعرف ما هي قيمة الساعة الواحدة من عملك؟ لا؟ احسبها. اقسم مرتبك على عدد ساعات عملك شهرياً وتعال معي إلى السؤال التالي. هل جربت قبل أن تشتري جوالاً جديداً أو حذاءً جديداً أو شنطة جديدة أن تقسم ثمنها على تكلفة الساعة الواحدة من عملك؟ افعل ذلك وقرر إن كانت تساوي بالفعل هذا القدر من جهدك، وتابع معي للسؤال الثالث. هل فكرت بأن عدد ساعات عملك التي تنوين إنفاقها على الشنطة الجديدة يمكن أن تغطي تكلفة يومين من الإجازة التي تنوين قضاءها في فندق مع صديقاتك؟ جربي، قد تغير رأيك. سؤالي الرابع يتعلق بالاشتراكات التلقائية التي تسحب من البطاقة الائتمانية، مثل اشتراكات باقات التلفزيون والهاتف والإنترنت وغيرها. هل تحفظ قيمتها مجتمعة عن ظهر قلب؟ اكتبها جميعاً في ورقة وقرر ما الذي تستهلكه منها فعلياً. نحن في بيتنا قلصنا فاتورة القنوات التلفزيونية بأكثر من 60% عندما أعدنا مراجعة اشتراكنا وفق احتياجنا الفعلي. سؤالي الخامس والأخير، هل تعرف في نهاية كل يوم حجم إنفاقك على الأمور الصغيرة من قهوة وغداء عمل وسائر المصاريف النثرية؟ قم بتحديد يوم في الأسبوع تمتنع فيه عن الإنفاق تماماً. نعم، تماماً. الفكرة ليست في توفير ثمن فنجان القهوة، وإنما في تدريب العقل على ضرورة أن يكون كل إنفاق في حياتنا هو نتيجة لقرار واعي. أتركك مع هذه الأفكار وألتقيك في أسئلة خمسة جديدة. أنا زينة صوفان.